وقال ابن عباس نزلت سورة الأنعام وحولها 70,000 ملك لهم زجل يجأرون بالتسبيح. وقال كعب فاتحة التوراة فاتحة الأنعام الحمد لله إلى يعدلون، وخاتمته التوراة وخاتمة التوراة خاتمة هود، وما ربك بغافل عما تعملون، وقيل خاتمتها وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له إلى تكبيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء، المختص بالملك العز الأحمى، الذي ليس له منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهما، الباطن تنفسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما. صلوا على الحبيب. تقدموا معاشر السادة لو تكرمتم، تقدموا، هنا حلقة العلم لا بد أن تغلق من جميع جوانبها، تقدموا لو تكرمتم. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى الإمام أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي المتوفى سنة 46 و500 كعلى قول ابن فرحون وعلى قول غيره 41 و500، هذا العالم النحرير المغربي الذي كتب كتابا جليلا وأطلق عليه اسم المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. وعلماؤنا وشيوخنا وأساسدتنا ومعلمونا بالديار المملكة المغربية الشريفة شدوا الوطاق على هذا الكتاب، وكانوا يدرسونه في هذا الشهر المبارك من شهر رمضان. البارحة جعلنا طوطئة واسعة كركن تعارف بيننا، ولكي نستلهم مما قاله العلماء رضي الله عنهم في قاعدتهم المناسبة شرط، وحيث أن رمضان هو شهر القرآن، فاستهللنا هذه الدروس المباركة بهذا الكرسي الجليل، بهذا المسجد الأعظم الذي نفحاته تدل على أنه أهل لأهله أن يقيمون مسجدا بهذا الشكل وبهذه العبارة، وأن يكون العلم هو أساس هذا المسجد، لأن المساجد هي مدارس، والمساجد هي أكاديميات تخرج الناس وتخرج طلبة العلم، وتعلم الناس علوم شرعهم الحنيف، وتعرفهم بالقرآن وبسنة سيد الأرسال صلى الله عليه وسلم. كما رأيتم on a parlé un petit peu en ce qui concerne l'introduction ou le préface du sujet qu'on va situer dans ces jours, dans ces causeries. Ça commence dès Abu Mohammed Abdul Haq ibn Atiya. Ce savant est un grand savant marocain andalou. Il a écrit depuis longtemps, depuis le 5e siècle, tafsir du Coran al-Karim. وهذا التفسير دعا صيته في العالم، ولكن المغاربة شمروا ساعد الجد على تعليمه للناس وعلى حثهم بما ورد فيه، لأنه كتاب جليل. ومن هنا الانطلاق في دروسنا السالفة بالكراسي العلمية وبالمسجد الأعظم، وهذه مكرمة من عند الله للعبد الفقير، فبمسجد سلا المسجد الأعظم بسلا أدرس به التفسير وأشرح هذا الكتاب، كتاب المحرر الوزيز، بما يسر الله لي من مفهوم وعلم أخذناه من شيوخنا. ولكن
أن أأتي إلى هذه الديار وأنا بين أيديكم وفي رحابكم، وأجد المسجد هو الآخر يسمى المسجد الأعظم، هذه مكرمة من عند الله ورضا الوالدين ورضا المشايخ علينا. وتوقف بنا الدروس السالفة عند سورة الأنعام، فلذلك كان المنطلق منها، لأن نحن ذاهبون مع الكتاب. هكذا تحدثنا عن بطاقة هذه السورة الكريمة سورة الأنعام، وتحدثنا عن النموذج الذي استلهمه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم شأنه وقدره وهو الحمد، وعنونت المحاضرة فضيلة الحمد للأمة المرحومة. هذه الأمة المحمدية لم ترحم إلا بشيء واحد، أن بعث الله فيها الرحمة المهداة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كانوا كثيري الحمد لله جل في علاه، فهو محمد في الأرض ومحمود في السماء كما بينا، ونحن أمة الحمادون كثير الحمد. ولذلك لا بد أن نفهم هذه الصيغة، صيغة الحمد ما معناه. قال ابن عباس رضي الله عنه، زيد سيدي محمد. قال ابن عباس رضي الله عنه، نزلت سورة الأنعام وحولها 70,000 ملك لهم زجل يجأرون بالتسبيح. هذا ما قلناه البارحة استلطافا واستعطافا واستئنافا لما ورد. نزلت هذه السورة وشيعتها 70,000 ملك. الله جل في علاه لما أنزل هذه السورة à l'occasion de révélation. Le moment où cette sourate الأنعام جاء معها 70,000 ملك 70,000 أنج، لعظمتها ولجلالها ولفضائلها كما ستسمعون معاشر السادة، صلوا على الحبيب. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعاه الحبيب المصطفى بقوله فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، فكان ابن عباس حبرا بحرا زاخرا في العلم. هذا سيدنا عبد الله ابن عباس، سي لو فيس دونك دو بروفيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودعا له هذا الدعاء. وما أجمل بنا أن ندعو لأبنائنا وأن لا ندعو عليهم، صلوا على النبي، لأن دعوتك أيها الأب وأيتها الأم لهذا الإبن قد يكون في اعوجاج طبيعي، والعصر عصره وليس عصرك، أنت تساعده بالدعاء، لأن الدعاء مقبول من الوالدين للأولاد. لكن حبيبي وقرة عيني صلى الله عليه وسلم دعا لابن عمه وهو غلام، وهو صاحب الحديث وصاحب القصة، عندما أردفه الحبيب فقال يا غلام إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، فإن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك بشيء، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لك ما ضرك بشيء. Tout le monde, si on vous faites un piège par exemple pour qu'il trouve la petite parcelle pour te faire casser ou te faire bousculer dans cette vie, il ne faut pas oublier que le Dieu qui va te protéger. لذلك لما دعا لسيدنا عبد الله بن عباس ماذا قال له؟ قال اللهم فقهه في الدين. ليه؟ لأن من تفقه في الدين نجا، لا ينجو من شيء أمر الله به، وإنما ينجو من الملتهمات ومن المعضلات ومن المشكلات ومن الزيغ والهذيان والطيش والخروج عن طريق الجادة. لذلك قال اللهم فقهه في الدين. ولذلك يا سادتي الكرام، ما شيخ فخير ما شيخ سير، لا بد أن نفقه الأشياء من مصدرها الموثوق دو سون انفينيتيف. من علم أبناءه القرآن لا يخاف عليهم. لماذا يا ترى؟ لأن القرآن سيعلمهم كل شيء.
أنت تعمل البادرة الأولى، ولكن الله هو الموفق. نحن نصلي أليس كذلك، ونصوم ونتصدق ونزكي ونحج، ولكن يجب أن نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا هداية الله لنا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وانظروا رفقت هذه الآية بالحمد، لأن الحمد شيء عظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، زين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عندما تصلي لله ركعتين في جوف الليل وترفع كفك وتحس بالطمأنينة والراحة، يجب أن تفهم مفهوما عاما، وهو أن الله الذي هداك. عندما تأتي للمسجد وتجلس ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتأخذ المصحف وتفتح وتبدأ في القراءة، بعدما تنتهي يجب أن تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا. عندما تضع يدك في وتتصدق على الفقراء والمحتاجين والمساكين، يجب أن تقول الحمد لله. كل أعمالنا يا سادة يا كرام مربوطة بالحمد، أن نحمد الله على أن هدانا لذلك العمل. لولا هداية الله لنا لما كنا مسلمين، ولا ما كنا طائعين، ولا ما كنا صائمين. هناك من لا يصوم وهو مسلم، وهناك من لا يصلي وهو مسلم، وهناك من لا يزكي وهو مسلم. فأنت هداك المولى وجئت ودخلت من المسجد وصليت وتصوم، فقول الحمد لله، لا تقل بعملي. لذلك جبريل عليه السلام جبريل نزل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الأمور بأسبابها، إن الأمور بأسبابها، لا تأتي الأمور هكذا. Vous pouvez pas faire quelque chose إلا إذا أذن الله فيها. حتى بيوت الله هو الذي أذن في بيوت، أذن الله زين أن ترفع، ولولا إذنه لما رفعت. فهو الذي ابتغى أن تكون هذه البقعة بيتا من بيوت الله يعبد فيها الله. والذين دفعوا وساهموا وتابروا وجدوا واجتهدوا من إدارة وتنظيم، هذا شيء عظيم، هؤلاء سخرهم الله لهذه الخدمة، لخدمة بيته. صلوا على حبيبي رسول الله. فنحن مسخرون ومكلفون، حتى مالك الذي تمتلك هو ليس مالك، أنت مستخلف فيه فقط. وعندما تنتهي مدتك تتركه لمن؟ للورثة، ويأخذوه هكذا. فالملك لمن؟ لله الواحد القهار. قال ابن عباس كما بينا لابد أن نعطي ترجمته، فهو حبر الأمة وترجمان القرآن، سيدنا عبد الله بن عباس سيد الناس وإمام الأكياس. الأكياس جمع كيس أي الفطن، celui qui est très intelligent. Et l'intelligence aussi, ça ne vient pas comme ça. Ça vient après l'expérience, après tout ça. Et après, hidayatillahi wa tawfiqihi wa rida. Wa hiya rizq. Idha razakallahu aqlan rajihan. Undur ila man laysa lahum aql. مصابون بالجنون أو الزهايمر أو شيء من هذا القبيل. يجب أن تحمد الله أن لك عقل، ولك نظر، ولك بصيرة، ولك سمع، ولك ذوق. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل من قال يقول قولا، والمنادى محذوف. لا غرامير ولا كونجيغيزون. العربية معتمدة على النحو والإعراب والبلاغة. قل لهم يا محمد يا علم الهدى، المنادى محذوف. قل هو، من هو؟ الإله العظيم الجليل الذي هو الذي أنشأكم. ألم نقل بالبارحة الإيجاد وهو الإنشاء؟ أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قال العلماء هذه الثلاث لو عبدت الله حياتك كلها لن تؤدي شكرها. صلوا على النبي. ولذلك العبد الذي قال يا ربي لك الحمد كما
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. احتارت الملائكة كيف ستكتب ذلك. فقال لهم المولى عز وجل: اتركوا عبدي حتى يأتيني وأجزيه. وهذه أختها، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام زيد فإنه لي وأنا أجزي به. لم يقل لنا ربنا ما هو الجزاء، خبأه لأنه جزاء عظيم. ولما كان الحديث يفسر بعضه بعضا، في الحديث القدسي يقول ربنا جل في علا: أعددت جي بريباري ديجا بأمري النافذ كن فيكون، أعددت لمن يا ربي؟ لعبادي الصالحون، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صلوا على النبي. أعددت لعبادي الصالحون ما لا عين رأت، شيء لا يتصور ولا يتخيل. ليه؟ لأنه الكريم، لأنه الخالق، لأنه هو المدبر، هو الحكيم، هو الذي سيجزي عن هذا الصيام وعن الأعمال الصالحات. أعددت لعبادي الصالحون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Vous pensez tout le temps, vous réfléchissez tout le temps, vous n'y arrivez pas à trouver comment vous serez récompensé le jour où notre Dieu nous met dans un saïd wahid, dans une terre qui s'appelle Al-Hashr wal-Nashr. صلوا على النبي. وهذا الكلام سيأتي في درس المقبل عند البخاري. دقوا باب البخاري، طرقنا باب الرحمن بداية للدروس، ثم سنطرق باب سيدنا البخاري ليطرق بنا إلى حديث رسول الله. صلوا على النبي. سيدنا عبد الله بن عباس القرشي ابن عم رسول الله، حبر الأمة وترجمان القرآن. قال العلماء جملة ما روى هذا الرجل، كم روى عن حديث من رسول الله؟ 60,000 حديث. اتفق الشيخان على 95، وانفرد البخاري ب 28، ومسلم ب 49، توفي رحمه الله سنة 63 للهجرة. هذه طريقة المغاربة في سرد حديث رسول الله وتراجم الصحابة رضي الله عنهم. لابد أن نعرفهم يا أبنائي ويا معشر الآباء. أبناؤنا اليوم يعرفون من هو اللاعب الفلاني، وكم بيع، وكم فريق لعب فيه، وكم سجل من هدف، وكم أخذ من كأس، وكم أخذ من حذاء ذهبي، وكم أخذ من كرة ذهبية، أليس كذلك؟ كلنا نعرف ذلك، وأبناؤنا يحفظون هذه الأشياء ظهرا على قلب. هذا ليس ممنوعا شرعا، ولكن الذي هو ممنوع عندما يعرف هذه الأشياء ولا يعرف من هو عبد الله بن عباس، من هو عبد الله بن عمر، من هو عمر بن الخطاب، هذو صحابة أجلاء. قال العلماء إن رب العزة لما أراد أن ينزل الرسالة نظر في الملكوت فاختار قلب سيدنا رسول الله، ثم نظر في الملكوت فاختار قلوب صحابته سي كومبانيون، محمد رسول الله والذين معه. من هم الصحابة رضوان الله عليهم؟ فهذا سيدنا عبد الله بن عباس أول من فسر القرآن، ولذلك استشهد به سيدنا عبد الحق بن عطية رضي الله عنه، فقال قال رضي الله عنه: نزلت سورة الأنعام يشعرون بالتسبيح، 70,000 ملك يسبحون الله. أنس بن مالك يروي لنا قصة أخرى في نفس الموضوع فيقول، وستأتي ترجمته في مذيق بعد إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم. سيدنا أنس بن مالك يقول لنا: كنت ماسكا بخطام الناقة ورسول الله فوق الناقة، فنزلت علي هذه الصورة، كادت الناقة أن تتكسر عظامها من ثقل الصورة. صلوا على النبي. قال الله جل في علاه: إنا سنلقي زين
عليك قولا ثقيلا. الله يفتح عليكم ما شاء الله. وهذا مكرمة. أنا رأى في بعض الأحيان نقول زيد يا سيدي، ما نلقى حد يقول لي زيد، ولكن أنتم حافظين القرآن تبارك الله، ولذلك هذا الموضوع الذي يمشي معكم منذ البداية ألهمني الله الصواب فيه، أسأل الله الثبات. إذن ثقل الصورة كان عظيم، كل هذه الدباجة الأولى وهذه التوطئة وهذه المقدمات وهذه التعريفات، لنأتي إلى عنوان واحد اسمه فضائل الصورة، وهي التي ستكون هديتنا إليكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الاحتفاء البهيج وهذا المجمع العامر الكريم. ما هي فضائل هذه الصورة؟ اقلب الصفحة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الأنعام من نجائب القرآن. الأنعام من نجائب القرآن، سورة الأنعام من نجائب القرآن. والنجائب جمع نجيب، والنجابة في هذه السورة قال علماء الأصول لأنها دلت على التوحيد، وما قامت الدنيا وما بعث المرسلون وما بعث الأنبياء وما جاءت الرسالات والكتب من السماء إلى الأرض إلا ليوحدوا الله. أي الدنيا قامت على ماذا؟ على التوحيد. وفي ليلة من الليالي سنتطرق إلى حديث قدسي يقول فيه المولى: كنت كنزا مخفيا. الله أظهر وأبرز وجوده للعالمين ليعرفوا أنه موجود. وما خلقت الجن والإنس زين إلا ليعبدون. الله يفتح عليكم. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عمر بن الخطاب، وما أدراك ما عمر؟ الصحابي الجليل القرشي، عمر بن الخطاب القرشي العدوي المكي الحفصي، الذي أول من جهر بالصلاة. هذه الصلاة يا إخواتي ويا أخواتي الفضليات التي نصليها خمسا في اليوم والليلة، أول من جهر بها هو عمر. كانوا يصلون في دار الأرقم بن الأرقم سرا، كوكبة يصلون سرا. لما أسلم عمر أعز الله الإسلام بعمر، وقد دعا الحبيب: أرأيتم؟ اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فكان عمر. جاء إلى الحبيب صلوا على النبي فقال: يا رسول الله، يا حبيب الله، لأنهم كانوا لا يعلمون شيئا، لا كانوا يعلمون علوما، ولكنهم لا يتصورون على الحبيب يسألونه، وإذا سئلوا في أمر قالوا: الله ورسوله أعلم، لا ينسبون لأنفسهم العلم أبدا. يا رسول الله، ألسنا على حق؟ قال: بلى. أليس على باطل؟ قال: بلى. قال: فالله لن أجهرن بها حالا. فهو أول من جهر بالصلاة، صلوا على النبي. سيدنا عمر يقول لنا إن سورة الأنعام من نجائب القرآن، كأنك تقول بالمثل العربي: ولا يمثل الشيء بالشيء. أتعرف زيد؟ نعم. أتعرف عمر؟ نعم. لكن زيد رجل نجيب ورجل عالم نحرير ورجل صادق ومؤمن. هنا أعطيت المنزلة بين المنزلتين، هذا عالم وهذا حليم ونجيب ورجل رباني. والله يقول لنا: وكونوا ربانيين. لما فسر ابن عباس الذين تراودوا درس حديث الدرس ماذا قال؟ كونوا حلماء علماء، ها؟ كونوا حلماء علماء نجبا. والنجيب هو الذي يميز بين الخبيث وبين الطيب، وينظر ويضع الميزان، الميزان لابالانس، شعار العدالة لابالانس. الميزان يتحدث عنه علماء الإسلام فيقولون: لا ينعقد الميزان إلا بثلاث خصال. الميزان
الميزان والشيء الموزون والوازن. الميزان هو لا بالانس، والشيء الموزون سي لو برودوي كون فابيزي، والوازن سي لو مسيو كي دوفون هان لا بالانس، سي لوي كي فا نو دير ان كيلو ان دومي كيلو هان. شروط الميزان ثلاثه، الميزان الاله وهي لا بالانس، والوازن والشيء الموزون والوازن. اذا اختل واحد من الثلاثه ضاع الميزان. صلوا على النبي. ياتي المهندس فينظر في الحائط فيقول للبناء لو موسوني ها الحائط عوج اعده بنظره ثاقب، هذه النظره الثاقبه ونظره عارف. وإما والداتنا وجداتنا كانوا يقولوا واحد الكلمة مغربية، لأن المغاربة تعلموا من الشريعة وتعلموا، وكانت التمغربية ديالهم مبنية على الشريعة وعلى الدين فقط. قال لك شفت العارف كفاته، سهلة، شفت العارف كفاته، واحد عارف لما ينظر يميز يميز، ذلك هو الميزان. وهذا نسميه نجيب، والنجباء في كل عصر له نجباء. نحن أبناؤنا نريد أن لا نخاف عليهم في المستقبل، ما العمل؟ نعلمهم اللغة العربية، نعلمهم القرآن، لا نخاف عليهم، يقرؤون ويتعلمون ويصبحون رجال أعمال مرموقين، دي غرونز هوم دافير كي فون لي زافير، لكنهم يخافون الله. والدليل الكرة، لما أبناؤنا سجدوا أليس هذا نعمة؟ فرحنا بها كثيرا، بل ردت لنا عقودا من الزمن في تربية المغاربة لأبنائهم. ربوا بنيكم، علموهم، هدبوهم فتياتكم، والعلم خير القوام. أحمد شوقي. إنما الأمم أخلاق، زين، ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يا سادة، ستسألون يوم القيامة عن أبنائكم، وسيقال لكم ما فعلتم في أبنائكم وتربيتهم وتعليمهم وقرآنهم وتوحيدهم وتأديبهم. الصبي جاء هذا رمضان، يجب أن تحثه على الصيام. سيدي عبد الواحد بن عاشير في متنه البسيط ماذا قال؟ المتوفى سنة 40 و1000 للهجرة، يقول: أو بمنين أو بإنبات شعر أو بثماني عشرة حولا ظهر، إذا ظهر خرج منه ماء سائل لزج لسبرماتوزويد وهو المني، نعرف أنه قد بلغ. أو إذا نبت الشعر تحت إبطه نعرف أنه قد بلغ. أو بمنين أو بإنبات شعر أو بثماني عشرة حولا ظهر، 18 حول أي 18 سنة، 18 عام. Tandis qu'il est tendé aux 18 ans, peut-être qu'il n'a pas des poils sur son épaule, ou peut-être il a quelque chose qui nous montre comme ce genre de choses. Alors, les trois, ce sont les indications qui nous indiquent que le psy, il doit jeûner cette année. Sallu al Nabi. كيف نعلم أنه سيصوم بهذه الثلاث؟ يقول لي ما قرأش هذا الشيء وما حفظ هذا الشيء وتعلم هذا الشيء. باش غيعرف هذا الشيء هذا؟ منين غيجيب؟ هذا اللي يفتي فيه الدكتور فلان ولا الدكتور علان؟ هذا يفتي فيه الفقيه عبد الواحد بن عاشر رضي الله عنه. سورة الأنعام سورة من نجائب القرآن. زيد سيدي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من قرأ سورة الأنعام فقد انتهى في رضا ربه. احنا بدينا ندخلوا في الفضائل. نحن لا نريد هذا كله، البارحة واليوم والبارحة وأعوام عديدة. دابا حنا ديما تنطلبوا على الحاجة اللي الدخل مثلا الإنكام. Vous êtes rentable ou non rentable؟ C'est ça. C'est un synonyme qu'on parle aux finances toujours. Alors, ce projet est rentable ou n'est pas rentable؟ Notre projet, سورة الأنعام, elle est rentable. Et vous allez voir. من قرأ سورة الأنعام يقول سيدنا علي. من زيد سيدي؟ فقد انتهى في رضا ربي. من قرأ سورة الأنعام فقد انتهى في رضا ربي. أردفها بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم:
من صلى صلاة الفجر مع الإمام، أي صلاة الصبح مع الإمام، كان زيد في ذمة الله، أي في حصن الله وتحصينه. زيدها شوية برقوق بلا جلجلان ما يعطيش منا ولا لا، ها؟ كلكم تعرفوها هذا هو. معليش أنا راه شوية علم وشوية كذا وشوية بسط وشوية ضحك. احنا راه هكا سيد النبي تعلمنا من سيادنا، هكا سيد النبي كان يدير مع صحاب، حتى اللي ما دخلت ليه العلم معلومة تدخل ليه بالبلا. ولكن فيه وناس حتى يجي الجمال وفي سمي الخياط، وهذا هو. والقلوب تختلف والناس طوب وحشرة سيد، وحنا كتربينا كتعلمنا وقبلوا علينا هالشيء، قبلوا علينا سيد. فضائل هذه الصورة العظيمة أنك يجب أن تفتحها من بدايتها لنهايتها. تربى ولدي الله يفتح عليك، وإلا ضرك ضهرك شرفتي أجل الحيط، وهذا هو. أنا مجلس رسول الله وحديث رسول الله أقبل فيه واحد مسرع لي. هذا تربيتنا المغربية نجلسوا مربعين نتعلم اليوم وغدا وبعد غدا. إحنا 30 عام وإحنا 35 عام إحنا متربعين. صلوا على النبي وسامحني. أيوة. هذه الصورة العظيمة صورة الأنعام، أنا بغيت نعطيكم غير فضائلها، هذا كله غير باش تسمعوا، ولكن الذي أريده منكم أن تسمعوا الفضائل هذه الصورة العظيمة وتنغمسوا فيها. وليش لا يا سيدي ما تحفظوها؟ لا أنا عمري 70 و60 عام وتقاعدت المشاكل والأولاد والهم والغم. لا يا سيدي، من المقبرة من المحبرة إلى المقبرة. شد الكتاب ما دمتي تقرأ تقرأ العربية، وحط نظيراتك وقرأ اليوم شوية وغدا شوية وبعد غدا شوية ولي بزاف، وشوية من الحنة وشوية من رطب تلين، أعطي شوية الجهد، تجد نفسك حافظت هذه الصورة العام عام وانت تقرف الأنعام من هذا رمضان ترمضان الجاي، تلقى روك حفظتي صورة الأنعام. ويلي أنا حفظت صورة الأنعام. يو اسمع فضائلها ستحفظها بزمنك، لأن كنا اليوم في الزمان نريد العائد. ختاما لهذا الدرس بهذه الفضائل او هذه الفضيله مزيان سيدي يا محمد. فضائل صورة الانعام لا تعد ولا تحصى. ادابها ان تتوضا وتصلي لله ركعتين، ما تشي من هذه الليله اش قاعدين ديروا؟ غتبقاو تخدموا؟ راه خدمتوا ما فيه الكفايه اليوم. لكن انت غتميرات وحليب بالحلال تفتك، شربوا الماء ونعسوا مزيان وقرأوا كتاب الله ستصح. هنا كاين الصحة. صيام الاثنين والخميس وصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في الشهر كم؟ 11 يوم. والصيام يا سادة نعمة من عند الله، شفاء للجسم. ها؟ مش تقلبوا على الديتوكس ومش عارف ايه، ها الديتوكس صحيح هو هذا. حتى العالم لم يرضى أن يسمي رمضان فقالوا الصيام المتقطع، قطعوا لا جزءوا لا نجروا، هو صيام في النهاية أليس كذلك؟ إذن صوموا زيد تصحوا. لكن الصيام ليس الإمساك عن شهوات البطن والفرج والأكل والشرب فقط، حتى على اللغو يقرأوا القرآن واذكروا الله لتتغلبوا على هذه النفس. يخرج رمضان فتجدون أنفسكم وقد تطهرتم نوعا ما. صلوا عليه حبيب. الفضيلة الأولى أنك يجب أن تقرأها من بدايتها لنهايتها ولا تقطعها بحديث. الفضيلة الثانية أن هذه الصورة تمزق ما تغلق في قلبك. القلوب تسود. روى الإمام أبو عيسى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قلنا ما جلاؤها يا رسول الله؟ قال ذكر الله وذكر الموت. ذكر الله وذكر الموت هو اللي يغسل القلب، وأعظم الذكر القرآن. وهذه الصورة من أعظم الصور القرآن العظيم التي لا يعرفها كثير من الناس، صورة الأنعام. فضائلها أنها تطهر القلوب من الران. كلا بل ران على قلوبهم
ما كانوا يكسبون. اللهم طهر قلوبنا وزينا بزيد الإيمان واجعلنا هداة المدين، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له الحق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين رب العالمين. مولانا السلطان الله منصره ولا تنصر عليه، اللهم وفقه الخير وعينه عليه، اللهم اصلح به وعلى يديه، اللهم احفظه بالسبع المتاني والقرآن العظيم، اللهم كن له وليا ونصيرا وظهيرا، قر عينه بولي عهده وزورة عقده مولي الحسن، وأنبت نباتا حسنا، وشد عضده بأخي السعيد مولى الرشيد، واحفظه في سرج الكبيرة والصغيرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا واجبرنا واهدنا وهادي بنا واهدي أبناءنا وذرياتنا لما تحب وترضى مولانا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما لقى والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.